الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وراقب هديت الله في كل فعلة، فإن لها ملكين صارا بمقصدي. اعلم رحمك الله تعالى أن مرتبة المراقبة في الخلوات والجلوات هي مرتبة الإحسان، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمؤمن عليه أن يستشعر دائما أن الله عز وجل مطلع عليه في كل أحواله وحركاته وسكناته، وأنه يعلم سره وعلانيته. قال الله عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. مهما استخفيت عن أعين الخلق، ومهما أغلقت بابك على المعصية، فإنك لا تخفى عن عين الله عز وجل، ولا بد أن تؤمن أن الله معك حيثما كنت، وأن الله رقيب مطلع عليك. وفي الحديث أكمل: إن من أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ولله در القائل: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستح من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وفي الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلم رحمك الله أن معصية السر من أعظم ما يحبط العمل. معصية السر من أعظم ما يحبط الله عز وجل به الأعمال. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأعلمن أقوام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيض، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. أعمال مثل جبال تهامة، مثل جبال مكة، مثل جبال مكة اللي ما يصير الإنسان عندها ولا كسرة حصات، كأمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، وضحهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من إخوانكم ومن بني جلددكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. صلون الليل، عندهم قيام ليل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالحذر الحذر من معصية السر. وأجمع أهل السنة على أن من أسماء الله الرقيب، وأن من صفاته الرقابة المطلقة: إن الله كان عليكم رقيبا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. وقال الله عز وجل: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يقول الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يعني مطلعين عليكم إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لماذا قدم الأرض على السماء هنا؟ لأن جميع الأعمال التي قدمها أعمال للمخلوقات في الأرض، ولا لا؟ ما تعملون من عمل، وما تكون فيه من شأن، وما تقرؤون وما تتلو منه من قرآن، كل هذه أعمال في الأرض، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني أعمالكم في الأرض. ثم قال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض، يعني حتى ولو غير هذه الأعمال التي ذكرتها مما تعملونها في الأرض. لكن في آية أخرى قدم، في سورة سبا، قدم السماوات لأنه يتكلم عن علمه هو، أنه ما تخرج من كذا وما ينزل من كذا، وهذا كله علم الغيب، والله في السماء، فقدم السماء على الأرض. وقال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. وقال الله عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
والعجب ممن يستخفي بمعصيته عن أعين الناس ولا يستخفي عن عين الله عز وجل، يستخفي عن أعين من لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويجاهر بمعصيته أمام من بيده النفع والضر والموت والحياة والبعث والنشور والثواب والعقاب. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموفقين المراقبين. نعم.